بيتغصب من الناس شوف كده فيلم دي فيلم متأخرين عليه شوف بقى انت بتعمل ايه بالتاكسي تروح تتفسح بيه ولا تفكر الناس بلاش والكلام متأخرين عند بكره مش هقول لك النهارده عشان ما بقاش مبتدع عليه بس الوالدين لو ما جوليش بكره يبقى شوف لك تاكسي غير بتاعي تشتغل عليه هنزلك عند الغمرة عشان دلوقتي الشوارع زحمة موت مش هينفع اخش انا عند الغمرة بس انا كده همشي كتير تاكسيات كتير يا نسا ايه دول يا ماما دي 10 جنيه مينفعونيش دول طب اتفضل خلصتي الفستان؟ خلص يا حبيبتي هاتي التليفون لأنسة بسرعة ايه ده؟ هي دي التفصيلة اللي انا قلتلك عليها؟ وبعدين ايه الكسر دي؟ انت بوظتي القماش ده مش هينفع حتى تعدلي فيه لا انا كده مش هدفع اكتر من 100 جنيه الفستان زي الفل يا بنتي بنحي من التليفون الاول على 120 جنيه قلت لها ليه؟ انا كنت عاوزه اهب فيها بس مستنياكي تقولي حاجه. قولي يعني الله اعلم حال الناس. مساء الخير. ازيك يا حاجه؟ الحمد لله يا حبيبي. يا اهلا خير اللي رماك عليه. بس استني بس لا انت هتعملي ايه ما تديلوش حاجه ده كل يوم ياخد مني مصروف بيت بحاله بدل ما هو اللي يصرف عليا ربنا يخليكي يا حاجه دي مصنعية الفستان بتاعتي بس من غير بس هي تخسر ما تخسرش انت حقك محفوظ زي اطلع انت دول خضتني معلش اصل انا مستعجل وعايز فلوس فلوس تاني ولا اقول تالت ولا عاشر انت ايه ما بتشبعش فلوس اجيب لك منين فلوس طب معلش شوفي لي 20 كده مفيش 20 اجيب لك منين انا ال20 دي الشغل نايم والمصنعيه كل مدى بتقل لما الشغل نايم ما شفتكيش ليه في البيت ده انا مش فاكر اخر مره شفتك فيها وقعدتي تتكلمي معايا خلاص انا مش عايز حاجه سلام فلوس الوردية فين فلوس الوردية متأخرين بس انا ما اقدر اتلاشى كده حسابنا خاص نشتغل كويس انما تاخير تاني مش عايز انا راجل وضعي مسؤوليات
ما تاخرش بكره. سلام. سلام. وتجد مواطن مصري احنا اللي دخلناه بدل الشعب يقول لك اضربوهم بالرصاص. يا عم ما عايزين بره كده يا عم.